خلونا نبتدي أول شيء بصينية الدجاج والبطاطس والبصل ونشوف المقادير مع بعض. نحن بحاجة لكيلو صدر دجاج، نص كيلو بطاطس مقطع مكعبات، بصل كبير مقطع شرائح، 4 طماطم مقطع شرائح، 3 فصوص ثوم مقطعة، ملعقتين كبيرة زيت زيتون، ملعقة صغيرة توابل دجاج، ملعقة صغيرة قرفة، ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة بابريكا، ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة، نص ملعقة صغيرة كركم، ونص ملعقة صغيرة فلفل أسود. لكن اليوم أكلتنا مثل ما انتبهتوا فيها العديد من التوابل، فيها كتير أنواع من التوابل، وطبعا لما نقول توابل يعني منقول طعم غني، طعم مفيد، يعني طعم حلو. لما أقول مفيد رح أقول حلو وطعم غني. ليش قلت مفيد؟ لأنه لما نكون عم نستعمل التوابل رح نستفيد؟ رح نستفيد عن أنه طعم الأكل رح يصير مثل ما قلت غني، رح نكون قادرين نستغني عن كميات كبيرة من الملح. وطبعا نحن بنعرف أنه لما نزود الملح هذا شيء أبدا منه منيح، هذا شيء أبدا منه صحي، وقد ما فينا بدنا نجرب نبتعد عنه، خاصة أنه معروف قديش اسمه السم الأبيض. فلما يكون في عنا عدد كبير من التوابل رح نستغني عن الملح، ما رح يكون نحن بحاجة نحط ملح، كمية ملح عالية، وكمان رح نقدر نستغني عن كمية عالية من السمنة والزبدة، ونقدر نستبدلها بكمية قليلة من الزيت مثل ما أنا دايما بعمل. يعني لما نكون نحن عم نطبخ بكمية سمنة كبيرة أو زبدة كبيرة، دايما الست اللي عم تطبخ بتقول إذا ما حطيت هالقد سمنة وزبدة الأكل ما رح يكون له طعم. نحن هالمعلومة رح نغيرها، ورح نقول انه الاكل رح يضل له طعم لو شلنا السمنة وشلنا الزبدة واستعملنا كمية قليلة من الزيت واستبدلنا هالدهون كلها بالتوابل، بانواع عديدة من التوابل مع بعضها. وطبعا كل نوع من انواع هالتوابل عندهم فوائدهم وعندهم يعني منافعهم على الصحة. نحن وعم نشتغل رح كون عم بعطيكم التفاصيل، بس بالاول رح ابتدي اني احط الفراخ بقلب الطبق. لكن الفراخ انا عم بستعمل صدور دجاج، هي الاكله ممكن تتعمل كمان بوراق، ممكن تنعمل بفخاد، بس انا طبعا لحتى قد ما فينا نكون عم نخفف من نسبه الدهون، لانه اقل شيء موجود دهون بالفرخه هو بالصدر. وبعد بدي اقول لكم شغله، كرمال نخفف اكثر كمان الدهون من الصدر، اللي فينا نعمله هو انه اوقات قطع الصدر بيجي عليها ابيض على الطوارف، هيدي دهون، ودهون منا مفيده ابدا، دهون مشبعه. فكمان نحن ممكن بالسكين نكون عم نجرب نشيل كل الاطراف. وكمان اللي ممكن نعمله هو انه نقشر الدجاج. صدر الدجاج عادة بيكون عليه قشرة، هيدي القشرة بس معمولة من دهون، فنحن إذا كنا عم نقشر الدجاجة وعم نقشر الصدر وعم نشله الدهون الموجودة على أطرافه، هيك بنكون عم نخفف تقريبا عم نشيل 50% من الدهون اللي موجودة بالصدر. فقشروا، شيلوا الجلد عنه وشيلوا الطوارف اللي بيكون عليها اللي بيكون لونها أبيض. لكن حطيت هلا 4 صدور دجاج بالصينية، رح ارجع احط معهم البطاطس المقطعة، الطماطم اللي كمان مقطعة على شكل جوانح، طبعا كل ما كترنا خضار بالأكلة كل ما زادت فوائدها. دايما بقلكن وبرجع بعيد، ما تخافوا من تناول الطماطم، الطماطم ما بتحتوي على وحدات حرارية وما بتتخن، ونسبة الملح اللي فيها أو الصوديوم قليلة كمان، يعني ما بتعبي الجسم مي. لكن هلا حطيت كل انواع الخضار اللي هن، حطيت البطاطس، حطيت الطماطم، حطيت البصل، اللي رح اعمله اني رح احط الزيت كمان،
رح وزع هالملقعتين زيت على كل الأكلة، ورح حط الثوم المفروم صغير، ممكن تفرموه بأي شكل بدكن اياه، وبضل عندي التوابل. رح حط كل التوابل مع بعضهم، اخلطهم وارجع وزعهم هيك حتى يكونوا عم بيتوزعوا بشكل متوازي. لكن حطيت الكزبرة الناشفة، حطيت الكركم وتوابل الدجاج، البابريكا اللي هو الفلفل الأحمر اللي منه حراق، الكمون، القرفة، وطبعا عنا الفلفل الأسود والملح. مع اتصال، مساء الخير. مساء النور. مساء الخير يا ميرنا. مساء النور، لو سمحت عايزة أسأل لو عندي قولون عصبي، أوكي، إيه المأكولات اللي أتجنبها تماما؟ حاضر، لو عندك قولون عصبي ايه المأكولات اللي بتتجنبيها؟ شو العوارض اللي عندك اياها مع القولون العصبي؟ يعني بتحسي بايه؟ بطني على طول منتفخة، اوكي، مش بقدر اني اكل، بحس ان مثلا اكن فيها نار من جوه كده. اوكي اوكي، طيب تعملي امساك، تعملي اسهال؟ ممكن امساك. ممكن امساك، ماشي. طيب طبعا المأكولات اللي لازم تتجنبيها، طبعا في هلا بدي اقول لك شغله، اذا في مأكولات صحيه ومفيده اذا تجنبناها للكولون العصبي، ما هو الكولون العصبي ممكن نحس بفتره يعني من بعد الاكل، ممكن مثلا بساعه او ساعتين او بعد الاكل على طول نحس حالنا متضايقين، وبعدين نهضم الاكل ويرجع هالنفخه تخف. فانا بدي شدد انه في مأكولات اللي هي خضار وفاكهه، في اشخاص بيعانوا من الكولون العصبي لما ياكلوها، انما هي مفيده كثير، وانا ما بحبز وما بنصح انه نمتنع عن تناولها، خاصه مثلا غير الخضار والفاكهه في عندنا البقوليات، يعني العدس، الفول، الحمص، هيدي مأكولات كل الغذاء موجود فيها، كل الفيتامينات، المعادن، بتزود المناعه، بتحسن المزاج، بتحسن بتحمي من امراض القلب، يعني عندها كثير فوائد، بتشبع، ما بتحتوي على وحدات حراريه. فنحن اذا عندنا الكولون العصبي وبدنا نوقفها، يعني بدنا نخفف كثير البقوليات، الخضار والفواكه، لانه من اكثر المأكولات اللي بتزود الكولون العصبي، هذا الشيء حرام، رح نكون عم نضر جسمنا. هلا فينا مثلا نخفف من تناولها، نخفف الكميه، يعني مثلا لما نكون عاملين اكله فول، كون عامله جنبها مثلا اكله ثانيه، اتناول الفول بكميه اقل من العاده، ما اتناوله بكم، ما اشبع بس من الفول، حتى اكون عم خفف منها النفخه اللي بتسبب لي بسبب وجود الكولون العصبي. انما البقوليات اللي هي بتسبب الكولون العصبي، بعد انواع الخضار مثل القرنبيط، مثل البروكولي، مثل الكروم، بتسبب الكولون العصبي وبتزوده، ما بنصح انه نوقفها نهائيا، فينا نخففها. فينا الخضار اللي بتسبب الكولون العصبي هي وني نسلقها، يعني القرنبيط ما بناكله ني، بناكله مطبوخ، بناكله مسلوق، هذا الشيء رح يخفف ورح ينزل هالمواد اللي هي بتسبب الانتفاخ وبتسبب العوارض. هلا لما يكون في عندنا كولون عصبي، اكثر من انه نوقف المأكولات اللي هي بتسببه، خلينا نطلع اكثر على شو المأكولات اللي هي مفيده انه نحن نتناولها. يعني مفيد كثير نكون عم نشرب مي، مفيد كثير طبعا نكون عم نوقف نهائيا المشروبات الغازيه، مفيد كثير نكون عم نتناول فواكه بدل العصير، العصير بيعمل الكولون، بيزود النفخه، والفواكه اقل لانه بتحتوي على هالالياف الغذائيه اللي بتسهل عمل الكولون وبتساعدنا على التخلص من الامساك، يعني ناكل فواكه ما ناخذ العصير، ناكل الخضار مثلا اذا كثير كنا مضايقين فينا نقشر الخضار، فينا الخيار بدل ما ناكلها بقشره نشيل القشر، لانه عاده القشر هو اللي بيحتوي على المواد اللي بتسبب هيدي النفخه. فينا كمان نكون عم نتناول مثل ما قلت الخضار مسلوقه ومشويه احسن من ما تكون نيه، بس ما نوقف الخضار، البقوليات ننقعها كثير قبل ما نتناولها. بدي اقول شغله بعد عن الكولون العصبي، لما ناكل بسرعه رح يكون في عندنا مشاكل بالكولون، بدنا نتناول الطبق او الوجبه نتناولها على
مهلنا. كمان لما نكون مثل ما قلت اذا شربنا مع الاكل هذا الشيء كمان رح يضايقنا اكثر، افضل نشرب قبل الاكل وبعد الاكل بساعه او ساعتين، هذا الشيء رح كمان يكون عم بيساعدنا انه الكولون العصبي ما يتعب. وفي كثير توابل، هلا كمان رح احكي عن التوابل، رح احكي عن القرفه، رح احكي عن الكمون، كثير كثير مفيدين بحاله الكولون العصبي. يعني نحن لو اكلنا هالاكل اللي بيضايق فينا من بعد الاكل نشرب مثلا كمون او نشرب القرفه، هالنوعين الكمون والقرفه والزنجبيل كثير مفيدين اذا شربناهم على شكل شاي، كثير مفيدين لحتى يريحوا لنا الكولون وما يكون في عندنا نفخه، بنشربهم بعد الاكل. اما كرمال الامساك بدك تشربي كثير مي، لانه الامساك صحيح هو نتيجه الكولون العصبي، انما بدنا نحل المشكله مش بنحل مشكله الامساك كمان وحده، يعني مي كثير، فواكه كثير، خضار كثير. وبدي شدد على كمان الفواكه المجففه والمكسرات النية، هول الاثنين كمان اليوم رح اعمل طبق حلو بيحتوي على الاثنين، ورح احكي بالتفاصيل عن قديشهم مفيدين وقديشهم بيساعدونا على التخلص من الامساك. اما هلا حطيت كل التوابل وحطيت الزيت، بقى عندي بس اني اخلط المكونات مع بعضها، رح البس كفوف واخلطهم بايدي لحتى يتوزعوا مظبوط. الفرن يعني تقريبا بدهم شي نص ساعه بالفرن لحتى البطاطس تستوي والفراخ كمان تستوي، واكيد قبل بوقت بدنا نكون محمين الفرن تقريبا من قبل بربع ساعه.